بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا وناصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعين الكرام. أيها الإخوة الكرام، يوم عاشوراء يوم يغات فيه الكثير من الناس، يوم تستجاب فيه الكثير من الدعوات، ويشفي الله تعالى به الكثير من الأمراض، وتحصل فيه الكثير من الكرامات، لأنه يوم مشهود ويوم عظيم ويوم عجيب لا يغفل عنه أي مسلمين أراد النجاة والخلاص من همومه ومشاكله وذنوبه والصعوبات التي تواجهه في حياته وكل المحن. ومن وفقه الله تعالى للدعاء في هذا اليوم المبارك فقد وفقه الله تعالى لكل خير ومنع عنه كل شر، لأن هذا اليوم تحصل فيه كرامات عجيبة. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم العظيم نعطيكم فيه دعاء مبارك، من قرأه يرى كيف تتيسر له الأحوال وكيف يتفيض عليه الأرزاق والنعم ويحفظه الله تعالى من الآفات. وحتى قال بعض العارفين بالله تعالى أنه لا يموت ذلك العام إلا من دنا أجله فإنه لا يوفق لقراءته، وفيه الفضائل الكثيرة والنعم الكثيرة طوال العام. فليقرأ الإنسان هذا الدعاء وهذا الذكر في يوم عاشوراء، وليكثر من الدعاء بعده في سائر أموره التي يطلبها، فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى، وتتجلى عليه نورانية هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك طوال العام، ويحفظه الله تعالى بهالة من نور طوال العام، فلا يسمع ولا يرى في نفسه ولا في أهله ولا في محيطه ما يضره وما يسوء قلبه، ويريه الله سبحانه وتعالى طوال العام ما يسر قلبه ويطمئن له قلبه وتقر به العين، ويفرحه الله سبحانه وتعالى بالسعادة وتيسير الحال. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم عاشوراء، هو اليوم الذي تاب فيه الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام، وقد وقعت فيه الكثير من الأحداث، وأنزل الله فيه تعالى نوح وأخرجه من السفينة، ونزل منها يوم عاشوراء، وكذلك نجّى الله سبحانه وتعالى إبراهيم من نار النمرود في يوم عاشوراء، وكذلك رد الله فيه سبحانه وتعالى يوسف على يعقوب عليه السلام في يوم عاشوراء، وفيه أغرق الله فرعون وجنوده، ونجى الله تعالى موسى ومن معه في يوم عاشوراء، وفيه وهب الله سبحانه وتعالى لسليمان الملك العظيم، وفيه خرج يونس من بطن الحوت، وفيه رفع الله سبحانه وتعالى الضر والبلاء وكشفه عن أيوب عليه السلام. ومن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوم عاشوراء مقتل الحسين واستشهاده في يوم تدمع فيه القلوب قبل الأعيون. أيها الإخوة الكرام، الدعاء الذي يقال في عاشوراء هو أن تقول 70 مرة حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم تقول هذا الدعاء 7 مرات بعد ذكر حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، 70 مرة، وتقرأ هذا الدعاء بعد هذا الذكر 7 مرات، وهو أن تقول سبحان
الله ملأ، سبحان الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا، ومبلغ الرضا وزينة العرش، وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة الكرام، هذه الكرامات التي وقعت لسائر الأنبياء في هذا اليوم المبارك ليس بعيدة عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من أراد أن يجمعه الله سبحانه وتعالى مع من ضاع منه ومن تفرق معه من جميع الأشياء من سائر الأمور أو المخلوقات أو الأزواج أو الأولاد أو غائب وأراد الله أن يرده عليه فليعمل هذا الدعاء يوم عرفة. ومن أراد الشفاء والنصر على الأعداء والنجاة من مكرهم وغدرهم والنصر عليهم فليكثر من هذا الدعاء. ومن كان مبتلا بالأعداء والظالمين والمعتدين فليقرأ هذا الدعاء يوم عاشوراء، فإن الله سبحانه وتعالى ولكل الحاجات، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لكم وينجيكم إن شاء الله من سائر المهالك التي لا مخرج لكم منها. والدعاء أن تقول سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تقرأ هذا الدعاء 7 مرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.